أهلا بكم في هذا المساء. أربعة ملفات نطرحها عليكم بحيثياتها وأبعادها. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقرر تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي والكشف عن ملامح الخطة الأمريكية للسلام وسط تصريحات أمريكية تؤكد أن الفلسطينيين ليسوا طرفا مقررا في تطبيق الصفقة. الجيش الإسرائيلي ووحدة المظليين يجرون مناورات عسكرية في الشمال والجنوب وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من خطورة انفجار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن إسرائيل أغارت على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء بموافقة مصرية وسط نفي الجيش المصري لهذه الأنباء وتأكيدات على الحفاظ على سيادة الأراضي المصرية. استمرار عملية غصن الزيتون بين الجيش التركي والأكراد في عفرين وسط تصريحات لأردوغان تؤكد استمرار محاربة داعش وتهديدات تركية بضرب القوات الأمريكية واقتحام منبج. في أول اجتماع لها بعد انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، ها هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تقرر تشكيل لجنة فلسطينية عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وللعمل على خطوات تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67. اجتماع يأتي في وقت كشفت فيه مصادر دبلوماسية عن ملامح الصفقة الأمريكية للسلام والتي تتضمن دولة فلسطينية على نصف مساحة الضفة الغربية وإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين. في أول اجتماع لها بعد انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الشهر الماضي، عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا أمس قررت فيه تشكيل لجنة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل ووقف التنسيق الأمني فضلا عن البدء بوضع خطط تمهيدا لفك الارتباط مع السلطات الإسرائيلية على المستويات كافة. هذه القرارات سيأخذ بها الجانب الفلسطيني إلى حين اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وإلغاء قرار ضم القدس والمستوطنات. هذا الأمر الذي يستوجب أن يكون هناك تنفيذ الاتفاق والتحلل الاتفاقات المعقودة من قبل الحكومة وأيضا وضع آليات عملية لها وأيضا تعليق الاعتراف الذي يستوجب أن يكون هناك آليات له، لذلك تم تشكيل لجنة أيضا متابعة هذه القرارات. وتحاول الإدارة الأمريكية فرض خطة جديدة للسلام في المنطقة قد كشفت بعض من تفاصيلها والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية على نحو نصف مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض من أحياء القدس مع فتح ممر يؤدي إلى الأماكن الدينية في المدينة المقدسة، فضلا عن أن الحدود والمستوطنات والأمن ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية على أن يتم التفاوض عليها لاحقا، إضافة إلى فتح ممر آمن بين الضفة والقطاع تحت السيطرة الإسرائيلية وتوفير حل للاجئين الفلسطينيين مع وقف عمل وكالة الغوث الأونروا. الإدارة الأمريكية حاولت فرض إملاءات على السلطة الفلسطينية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، لأن ذلك باعتقادي لن ينجح لفرض إملاءات تتعلق بالموضوع السياسي على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي تمارسها الإدارة الأمريكية. المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات صرح بأن خطة السلام الأمريكية تشمل الفلسطينيين لأنهم ليسوا الطرف المقرر في تطبيقها. في ظل تعنت الإدارة الأمريكية وإصرارها على فرض خطتها للسلام في المنطقة ورفض مقابل في الجانب الفلسطيني، يبقى سؤال ينتظر كثيرون الإجابة عليه: هل ستصمد القيادة الفلسطينية في وجه الإدارة الأمريكية وتظل ثابتة على موقفها؟ أم أنها سترضخ للدولة الأعظم في العالم وترضى بما يعتبره الفلسطينيون أنصاف حلول؟ من مدينة رام الله، عبد الرحمن الكحلة، I24 News.
وينضم لنا في الاستوديو القيادي في حركة فتح الدكتور أحمد غني، مرحبا بك. والخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية سيد أمير أوري، مرحبا بك أنت أيضا. سيد أحمد، أريد أن أبدأ معك. كان هناك بالأمس أول اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد انعقاد المجلس المركزي، وكان هناك قرار بتشكيل لجنة فلسطينية عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي. إلى أي مدى تستطيع هذه اللجنة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، ومنها قطع العلاقات مع إسرائيل بشكل كامل؟ هو استمرار لقرارات المجلس الذي كلف اللجنة التنفيذية، المجلس المركزي الذي كلف اللجنة المركزية بتنفيذ مجموعة من القرارات، منها تعليق الاعتراف في دولة إسرائيل لحين الاعتراف بدولة فلسطين، وأيضا اتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة باستمرار الهجوم السياسي والتوجه للمؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات. هناك لجنة عليا تم تكليفها أمس، واجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم وأكدت على هذه القرارات. هذه اللجنة العليا ستجتمع خلال أيام قليلة وستوضع مجموعة من الآليات لتطبيق هذا القرار. معنى تعليق الاتفاق هو تعليقه بكل أبعاده، يعني بأبعاده الثلاثة، الأساسي السياسي وهو أساسا واقف ومتجمد من قبل الإسرائيليين، والثاني البعد الأمني والذي يشمل بما في ذلك يشمل التنسيق الأمني وكل العلاقة مع دولة الاحتلال، وثم مراجعة كل الاتفاقيات بما فيها الاتفاقيات الاقتصادية وغير ذلك. أيضا هذه اللجنة سوف تستمر بوضع آليات التوجه لمؤسسات المجتمع المدني للمجتمع الدولي وبما فيها محكمة الجنايات الدولية، وربما نصل إلى مرحلة يتم فيها إحالة ملفات إلى هذه المحكمة. نعم سيد أمير، يعني أكيد نظرت إلى الملامح التي كشف عنها من قبل مصادر دبلوماسية للخطة الأمريكية، منها دولة فلسطينية على نصف حدود الضفة الغربية وكامل قطاع غزة، ويتحدثون عن أحياء متفرقة في مدينة القدس. كيف تقرأ الكشف عن هذه الملامح في هذا التوقيت؟ انظر، بدون الفلسطينيين لن يكون سلام، وبالطبع يوجد ملايين الفلسطينيين في الأراضي، ويوجد الكثير من الحقائق التي أنتجت في 25 عاما من السنوات الأخيرة منذ أوسلو، أي أن نصف زمن الاحتلال يوجد عملية أوسلو، هذا منذ مدة، هذا فترة طويلة جدا. ولكن يجب ألا ننسى أن اتفاقية أوسلو، معاهدات أوسلو هي التي خلقت السلطة الفلسطينية. إسرائيل منحت منظمة التحرير الفلسطيني ضمن هذا الاتفاق إن مكانة منظمة تمثل الشعب الفلسطيني، ويجب ألا تنسى منظمة التحرير الفلسطيني لمن منح هذه المكانة يستطيع أن يلغيها أيضا. لذلك ليس من المفضل لمنظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية أو أي كان بطبع أن يدفع إسرائيل أو المتطرفين في إسرائيل لحالة يقول فيها إن الفلسطينيين هم من ألغوا اتفاقية أوسلو، نحن لم نلغي. يوجد هناك ما يكفي من الناس في إسرائيل الذين يشتاقون للأردن ويأسفون لأن هذه الاتفاقية لم تكن مع الأردن. إحدى النجاحات وإنجازات الحركة القومية الفلسطينية هي أنها نجحت بنفس الطريقة ونفس المنوال أن تقطع علاقاتها مع الأردن، وعملية منذ سنوات 70 نجحت عمليا أن تبعد الأردن خارج هذه العملية، وأيضا أن تقول لإسرائيل أنه بدون منظمة التحرير الفلسطينية لن يكون هناك أي اتفاق. لذلك هذا الحد حسن، ولكن أن تهدد إسرائيل بقطع العلاقات بالطبع التنسيق الأمني أيضا، لا يجب أن تدفش إسرائيل وأن تدفعها إلى عملية الدرع الواقي كما كان في عام 2002، هذا سيكون سيء للطرفين. نعم دكتور أحمد، يعني هناك محاولات أمريكية لربما لفرض أمر واقع على السلطة الوطنية الفلسطينية، يتحدثون عن ملامح خطة أمريكية أكيد لن يقبل بها الجانب الفلسطيني، وتحدث كريملت المبعوث الأمريكي بأن الفلسطينيين جزء من هذه الصفقة ولكن ليسوا الجزء المقرر فيها، كيف تقرأ ذلك؟ شوف، نحن القضية الفلسطينية لب الصراع، هي أساس الصراع، بالتالي لا صفقة عصر ولا نص صفقة عصر ولا ربع صفقة عصر بدوننا كفلسطينيين. نحن الفلسطينيين المعادلة الأصعب في هذه المسألة. يستطيع الإسرائيليين أن يقيموا علاقات مع كل الدنيا بما فيها مع أي دولة عربية يريدون، ولكنهم لن يستطيعوا أن يتهربوا من سؤال المسألة الفلسطينية والقضية الفلسطينية. نحن باقون على أرضنا، صامدون على أرضنا، ونستطيع بما نملك من إرادة أن نرفض ما هو دون حقوقنا المشروعة، دون حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بالتالي لن تكون هناك صفقة عصر بدوننا كفلسطينيين. بالإشارة لما تفضل في السيد أمير فيما يتعلق بمرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية من الناحية القانونية، اتفاق أوسلو اتفاق حدد ولاية، يعني ولاية
ولاية أقيمت من ضمنها السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن الواقع تخطى اتفاق أوسلو. نحن الآن دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وكونها دولة ليست عضو في الأمم المتحدة لا ينتقص بحقها كدولة بأي بالقانون الدولي بأي جزء، يعني ما بنتقص بحقها بأي شيء، وبالتالي مرجعية وجود الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية الآن هو القانون الدولي والشرعية الدولية وليس اتفاق أوسلو. هذا يعني تخطى الزمن. إسرائيل إذا أرادت بعد يعني اتخاذ قرار بتعليق العلاقة، نحن كفلسطينيين يعني من حقنا أن نتخذ الإجراء الذي يرد على هذا الجمود السياسي الذي أدخلت الحكومة الإسرائيلية في التسوية السياسية بآليات سياسية. هذه الآليات السياسية من ضمنها إسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية. نحن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل. هذا الاعتراف معلق لحين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين. لديك التعقيب. كتخصيص بمساء ومتان اللعبة في المفاوضات أو ما تم نشره عن عهد ترامب أو اتفاقية ترامب هذا غير جديد. حتى في عهد كلينتون في كامب ديفيد 2 وفيما بعد في طابة عرضوا أكثر بكثير مما عرض ترامب. بالطبع إذا كان ترامب يعتقد أن هذه نقطة الانطلاق في المفاوضات وفيما بعد بسبب كرامة سيقدم المزيد ويقول ها أنا آتي إليكم تجاهكم، هذا ما يقوله الأمريكيون مفهوم ضمنا. هذه ليست طريقة لإدارة المفاوضات، يجب أن يعود إلى لائحة إلى طاولة التخطيط وأن يأتي بمعادلة أفضل وأكثر جدية كي يقبل أبو مازن بالعودة إلى طاولة المفاوضات. دكتور أحمد، يعني هناك مساعي للرئاسة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، توجه إلى دول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي، يتوجه الآن في جولة أخرى في 12 من الشهر الحالي، سيلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين في روسيا، ويدور الحديث عن نوع من محاولة أن تكون روسيا وسيطا للعملية السلمية ضمن إطار دولي. كيف تقرأ ذلك؟ هناك تمسك لدى القيادة الفلسطينية بحل الدولتين، وبالتالي هناك محاولة من القيادة الفلسطينية لإنقاذ عملية السلام التي دمرتها الحكومة الإسرائيلية ودمرها الرئيس الذي يعني خرج عن كل الأصول، الرئيس الأمريكي الذي خرج عن كل الأصول الدبلوماسية والسياسية وطلع القطار عن السكة. هناك محاولة للقيادة الفلسطينية لإنقاذ عملية السلام بالبحث عن رعاية دولية أخرى. هناك من يعتقد أيضا أنه إذا تم تجاوز الإدارة الأمريكية لن يكون هناك رعاية. نحن ننصح هؤلاء بأن يترووا قليلا، لأن المجتمع الدولي لا يقبل أن يسلم إرادته وأمنه، الأمن الدولي والأمن الإقليمي، لرجل يعني يفتقد الخبرة بأسس التعامل السياسي ومفهوم الأمن الإقليمي ومفهوم الأمن الدولي، وهو يعرض حتى الأمن الأمريكي وأمن العالم إلى 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 إلى, إلى الخطر. العالم يريد أيضا أن يصل إلى تسوية سياسية لهذه القضية، ونحن نسير باتجاه العالم. اليوم 65 نقابة دولية أعلنت مقاطعة دولة إسرائيل بسبب خطوات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. اليوم البي دي إس تحصل على يعني ترشح لجائزة نوبل للسلام. العالم يعني وصل إلى حد يعني لا يطيق هذا التمرد على القانون الدولي مقابل دولة بهذه النقطة. سيد أمير، يعني هل يمكن أن يفرض على الجانب الفلسطيني خطة للعملية السلمية في ظل نوع من التقارب الدولي وحتى من قبل دول الاتحاد الأوروبي من قبل دول كثيرة وحتى روسيا للقضية الفلسطينية؟ كلا، القضية ليست ما هي روسيا وأوروبا يعتقدون، رغم أنه في الرباعية الدولية يوجد الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا والاتحاد الأوروبي. المفاوضات الحقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن تكون سرية غير معلنة، ويجب أن تكون بين الرؤساء القادة الزعماء أو الأقرب الناس إليهم. فقط عندما يتوصلون إلى حالة أنه مبدئيا توصل اتفاقية كما كان مع بيغن والسادات عن طريق ديان وتهامة أو رابن وعرفات عن طريق مبعوثيهم، فقط حينها بالإمكان أن يأتي الوسيط الأمريكي، لأنه يجب أن يقدم العائد أو المقابل لكل طرف. حينها تصبح المفاوضات ثلاثية. ترامب لا يمكنه أن يعرض أي شيء أو فكرة معينة لم يفكر بها عباس أو نتنياهو أو لم يدرسها. يستطيع أن يقدم الأموال والأسلحة القوة لكي تعطي وتحمي
حدود يستطيع أن يقدم شيئا ما. لا يمكن أن يكون الوسيط بين الأطراف. يجب أن يخلق الطرفان الثقة بين الطرفان، ولا يوجد ثقة بين عباس ونتنياهو منذ مدة طويلة، سنوات طويلة من عدم الثقة. وبالطبع أن ترامب كما قيل هنا إنه جديد، إنه لاعب جديد، لا يمكن أن نتوقع منه شيء، حتى أنه لا يوجد لديه ما يعرضه. وقد عبر عن موقفه بالنسبة للقدس أيضا، حتى بالنسبة للأموال ربما يستطيع شخص آخر طرف آخر أن يكون وسيطا وليس دونالد ترامب. نعم، ضيوف في الاستوديو ستبقون معي في الملف الآخر. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل إلى الملف الثاني. يجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية في الجبهة الشمالية، ويستعد لإجراء تدريبات خاصة بوحدة المظليين التابعة للجيش. مناورات ستتبعها تدريبات أخرى في الجنوب لمحاكاة واقع حرب على عدة جبهات، سواء الجبهة الشمالية مع حزب الله أو في الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة. تدريبات تأتي بالتزامن مع تقرير أمني إسرائيلي قدم إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ما قد يجر القطاع إلى حرب أخرى مع إسرائيل. على وقع التوتر مع لبنان في الآونة الأخيرة، يجري الجيش الإسرائيلي أكبر مناورة عسكرية لسلاح المظليين وبمشاركة عناصر من الوحدات الخاصة بالجيش، في حال اضطر الجيش الإسرائيلي للتوغل البري وإدخال الجنود بالعمق اللبناني. جيش الدفاع الإسرائيلي هو أقوى جيش في الشرق الأوسط، وهذا جيد لأننا نواجه تحديات كثيرة، وكما أوضحت لرئيس ترامب وثم للزعماء الأوروبيين ولرئيس بوتين، تواجدنا هنا يشكل الطرف الرئيس في الشرق الأوسط الذي يصد تمدد الإسلام المتطرف بقيادة إيران وداعش اللذين يهددان أيضا العالم بأجمعه. لا نتوجه إلى الحرب، ولكن سنقوم بكل ما يلزم، وأؤكد على ذلك، كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أنفسنا. تهدف المناورات إلى إبعاد القتال على الحدود الإسرائيلية، وستكون القوات في وضع عليها التعامل ولفترة طويلة من الزمن مع التضاريس والواقع في المناطق التي هبط بها جنود اللواء المظليين. خلال التدريبات سيتم تنفيذ مناورات لطائرات سلاح الجو التي ستقوم بالإقلاع والهبوط بالمعدات الثقيلة مثل الدخائر والسيارات ولوازم الإمدادات التي يستخدمها الجنود خلال إقامتهم في المنطقة التي تحاكي الأراضي اللبنانية. كما ويقوم الجنود بلواء المظليين بإجراء تدريبات في المنطقة الجنوبية، حيث تحاكي التمرينات سيطرة القوات على مناطق معينة في قطاع غزة. نحن نتدرب على القتال في منطقة مبنية نحاكي اشتباكا مع عدو يستخدم عدة أنواع من الأسلحة. يأتي التدريب في المنطقة الجنوبية على ضوء تقديم الجيش الإسرائيلي تقييما أمنيا خطيرا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصورة الوضع الحالي في قطاع غزة، حيث حذر الجيش من تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع. وينضم لنا في الاستوديو الخبير في الشؤون العسكرية الإسرائيلية سيد يالا ليما، مرحبا بك. مجددا القيادي في حركة فتح أحمد غنيم، مرحبا بك. والخبير في الشؤون السياسية سيد أمير أورن، مرحبا بك أنت أيضا. سيد يالا، أريد أن أبدأ معك، ما مدى حجم هذه التدريبات والمناورات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي سواء في الجنوب أو حتى في الشمال؟ أولا يجب الإشارة إلى أن هناك نوع من التصعيد في خطاب المسؤولين الإسرائيليين، وبالتالي هذا ينعكس أيضا على الإعلام ووسائل الإعلام الإسرائيلية. أولا لا شك أن من ناحية توجيهات وتعليمات رئيس هيئة الأركان قد صدرت تعليمات بتكثيف وزيادة حجم التدريبات العسكرية في كل الوحدات المقاتلة من منطلق الافتراض بأهمية رفع جاهزية القوات، مع الأخذ بنظر الاعتبار التحديات الموجودة والتهديدات التي قد تواجهها دولة إسرائيل. مع ذلك يبدو لي أنه بغض النظر عن هذه التعليمات، وفعلا هناك خطة لرفع جاهزية القوات المقاتلة
بغض النظر عن ذلك هناك نوع من التصعيد في خطاب المسؤولين الإسرائيليين. استمعنا إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبوع الماضي وكذلك تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين وكأنهم يحاولون هذه التصريحات تؤدي إلى نوع من تأجيج الخواطر رغم أن الهدف ربما قد يكون معاكس لذلك ولكن لا شك أن هذا أيضا موجود ربما هذا بحد ذاته قد يؤدي إلى نوع من التصعيد ولكن من ناحية التدريب التدريبات العسكرية لا شك هناك نوع من جاهزية ورفع القوات لتكون على حالة من أهبة الاستعداد الدائمة. نعم سيد أمير يعني تحدث سيد يال عن نقطة مهمة وهي قضية التصريحات وتأجيج الوضع رأينا هناك نوع من التناقض اليوم بين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال بأن إسرائيل لا تريد حرب ولكن تريد الدفاع عن نفسها بينما هناك وزراء آخرين يحاولون تأجيج الأوضاع خصوصا على الجبهة الشمالية كيف تقرأ هذا التناقض؟ هذا صحيح أن بنت يتحدث وآخرون يتحدثون وليبرمان ولكن يجب أن ننتبه إلى ما يقوله رئيس هيئة الأركان أيزنكوت حتى اليوم إنه عندما جرى تبادل تبديل الجنرالات في المنصب الذي أصبح مهما جدا في عهد أيزنكوت وقال أنه يجب أن نكون هادئين الحالة قابلة للانفجار وإذا كان هناك انفجار يجب أن نتصرف بشكل مبدع وبحنكة معينة هذا يتصل لما رأيته قبل قليل بالنسبة للتدريب لوحدة مظلين ماذا يقول الجيش يريد قوله لحزب الله لا تفكروا أنكم ستنجحون من جديد بجرى لما حدث في 2006 عندما دخلت القوات من الحدود وتسلقت رويدا رويدا باتجاه الليطاني وحتى أكثر شمالا نحن اليوم سنتصرف في العمق أنتم ترون المظليين ترون الطائرات تعرفون أننا أقمنا وحدة الكوماند سمعتم أنه يوجد لدينا الآن قيادة وحدة قيادة في العمق لن نأتي إلى مكان أنتم تنتظرون نحن سنفاجئكم في العمق سنأتي من الخلف وسنأتي من بعيد وسنأتي حتى إلى قياداتكم إلى مقراتكم القيادية الحرب لن تكون على الحدود يجب قد تكون في بيروت وفي البقاع وفي كل مكان يختبئ فيه نصر الله هذه رسالة ترغب إسرائيل بنقلها إسرائيل ترغب بحرب لا يوجد أي شيء تستفيد منه إسرائيل من الحرب سيكون فقط قتل وضحايا وأضرارا وعندما تصبح هناك وقفا لإطلاق النار سيعود الوضع إلى سابق عهده ولكن إذا حدثت حربا سينشط سلاح الجو بسرعة وهؤلاء المظليين لن يكونوا عند المطلة وإنما أكثر شمالا نعم دكتور أحمد يعني أيضا هذه التدريبات طالت الجبهة الجنوبية خصوصا في قطاع غزة ويتحدثون في الآونة الأخيرة الأمن الإسرائيلي عن تخوفات من انفجار الأوضاع الإنسانية هناك برأيك كيف تنظر حركة حماس إلى هذه التطورات سواء من ناحية التدريبات العسكرية أو حتى الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة يعني أولا قبل الإجابة على السؤال أنا أريد أن أقول أن إسرائيل تقرأ طبول الحرب هناك يعني محاولة لتغطية هذه الطبول بتصريحات سياسية التصريحات السياسية تخفي خلفها الشيء الكثير عندما يعلن تكون هناك تدريبات عسكرية ومناورات عسكرية معلن عنها هناك رسائل سياسية من خلف هذه الرسائل السياسية بالشكل التي طرحت به يعني تفترض بأن إسرائيل تلعب شطرنج لوحدها وتعد سيناريات لوحدها وكأنه لا يوجد من يواجهها على الأرض لا تعتقد أن هناك أيضا في الطرف الآخر تحضيرات أنا أقول لك استراتيجيا وأرجو أن يسمعني بشكل جيد كمحلل عسكري استراتيجيا إسرائيل في أزمة عسكرية كبيرة يعني النجاح الذي تحققه الإيرانيين وحزب الله في سوريا والانتصارات اللي حققوها يشكل يعني تفوق استراتيجي جديد أو تغيير في التكوين الاستراتيجي العسكري في المنطقة حلفاء أمريكا ولوا الأدبار من هذه المنطقة مشروعهم الأسلمي هاي اللي عملت مشروع الأسلمي الفيضاوية تاع داعش انهار وسقط في المنطقة اللي دخل المنطقة في حمام دم الروس انتصروا والأمريكان هزموا مشروعهم هزم في هذه المنطقة بينما الروس تقدموا في هذه المنطقة رغم التفاهمات غير المكتوبة بين إسرائيل وروسيا إلا أن هناك روسيا كدولة عظمى أصبحت دولة مواجهة في هذه المنطقة وحلفائها حلفاء روسيا هم أعداء إسرائيل وهم طبعا منتصرين في هذه المعركة وبالتالي أعتقد أن كما هناك رسائل سياسية من هذه المناورة العسكرية لإسرائيل هناك رسائل سياسية كثيرة أرسلها حزب الله والإيرانيين إلى هذه المنطقة وربما إسرائيل لم تقرأها
وضعها بشكل جيد لغاية الآن. نعم سيدي، النقطة مهمة ومهمة جدا تحدث عنها سيد غنيم، وهي قضية بأن إسرائيل لا تلعب وحدها اليوم في الميدان. هناك الحديث مجددا وتكرارا ومرارا عن صواريخ إيرانية ومصنع للصواريخ في لبنان، حتى جهات أمنية إسرائيلية حذرت من أن تكون الحرب القادمة مقبلة من جهة البحر من قبل كوماندوز بحري من قبل حزب الله، وهناك أيضا تطورات في سلاح حزب الله اللبناني وحتى في قطاع غزة، كيف تنظر إلى ذلك؟ بلا شك هناك تطورات، ولكن ربما ملاحظة، استمعت إلى أقوال ضيفيك، إلى التصريحات، ما قاله السيد أورن وما قاله السيد غنيم، وأنا أوافق مع كلاهما، وربما ما استمعنا إليه حاليا يمثل الخطر الأكبر. السيد أورن يتحدث عن الخطر القائم في المنطقة والاستعداد الإسرائيلي، وهذا صحيح. السيد غنيم يتحدث عن، يقول أن إسرائيل تقرأ طبول الحرب، وربما هذا هو الخطير، بأن الجانب الثاني الجانب العربي يفهم التصريحات الإسرائيلية، يفهم الرسائل التي تنقلها إسرائيل، وكأنها استعداد لحرب ولمعركة. مع ذلك صحيح، لا شك، لا نستطيع أن ننكر أن هناك مستجدات في المنطقة، وإسرائيل لا بد أن تأخذها بنظر الاعتبار، وتأخذها بنظر الاعتبار، ولكن يبدو لي أن الرسائل التي تصل أو تنقل من إسرائيل قد تفهم بشكل خاطئ وبشكل بغلط في الطرف الثاني، وهذا ربما أيضا يدل على الخطر الأكبر، الانجرار إلى معركة لا يرغب بها إسرائيل، لا ترغب بمعركة عسكرية. الجانب الثاني سواء كان ذلك في حماس في غزة أو لبنان وإيران لا يرغبان أيضا بمعركة عسكرية، ولكن نحن ربما، وهذا الخطر قد نكون في مسيرة التصعيد المستمر من قبل كل الأطراف، وهذا قد يؤدي إلى معركة دون أن يرغب بها أي طرف، وتجربة الماضي قد أثبتت بأن هذا قد يكون الخطر الأكبر، الانزلاق، الانجرار إلى حرب، إلى صراع عسكري. نعم سيد أمير، هل يعي الجانب السياسي في إسرائيل مدى خطورة هذه التصريحات التي يخرج منها الوزراء الإسرائيليون وحتى وزراء الأمن والعسكريين الإسرائيليين؟ هذا سؤال في محله. بالفعل أنه في أحيان يبدو أن يوجد انقطاع بين ما يقوله الجانب السياسي المستوى السياسي الحكومة ووزراء في المجلس الوزاري وبين ما يقوله الجيش، والتخوف الأكبر كما يقوله الاستمرار ما يقوله هو تكون الحرب في ثلاثة جبهات، اثنتين في الشمال وواحدة في الجنوب، سوريا ولبنان وغزة، ولكن يوجد فرق بين ما يجري في الشمال، وفي الشمال هناك العامل الروسي بات مهما جدا. لا أعتقد أن روسيا تهتم بحزب الله وترعى شؤونه، هي تهتم ببشار الأسد، لم نرى أنها تعطي الرعاية لحزب الله، رأينا أنه يتعاون مع حزب الله ومع سوريا ومع الجيش السوري ومع روسيا، ولكن هذا لا يعني أن روسيا هي من يقدم الرعاية لحزب الله. المشكلة أن روسيا لا تزال أقوى، مشكلة إسرائيل هي ضعف حركة حماس، مشكلتها هي ضعف حركة حماس في غزة، لأن حماس قد تصل إلى حالة أنها لم تستطيع أن تدير غزة وكل شيء ينهار هناك، وحين يفضل بالنسبة لها أن يجر إسرائيل إلى حرب ولا الداخل، أن يفتح معركة ليس للانتصار وإنما كي تدخل إسرائيل وتكون مسؤولة عن إعادة تأهيل المجتمع. لا يجب أن نفكر دوما بشكل دغري، وربما نطلق النيران ليس لأجل انتصار الجيش، أحيانا ننتصر عبر دفع القوات للدخول، وإلى هذا الأمر لا يوجد لدى إسرائيل أي رد. نعم، الخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية سيد أمير أورن، شكرا جزيلا لك. والخبير في الشؤون العسكرية الإسرائيلية سيد يالعلي، ستبقى معي في ملف آخر، الدكتور أحمد غنيم القيادي في حركة فتح، شكرا جزيلا لك أنت أيضا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال باقي ملفاتنا، ابقوا معنا. حديث ظاهر وفي جنبات الأروقة الضيقة ومن وراء الأبواب الموصبة حديث آخر، حوار ما بين ظاهر الأمور وباطنها، ولقاء بشخصيات تركت بصمتها، يأتيكم في الأوقات التالية.
لكل خبر سياسي خلفية اقتصادية، ووراء كل قرار ركيزة مالية، وفي كل ملف مصالح مادية. سياسة واقتصاد وأسواق بالمرصاد، حروب ونزاعات، سلع وابتكارات، وبين هذا وذاك مواطن أو مستهلك في وجه التداعيات. الملفات الاقتصادية تأتيكم في الأوقات التالية. في كل بلد روايات لم تحكى من قبل، وتحت كل حجر قصص لا تنتهي، وفي كل بقعة أرض حكاية لا تختفي، وبين آثار الماضي ومعالم الحاضر سرد تاريخي يصقل المستقبل، وبين قدم النقش الحجري وحداثة الفن المعماري معالم ترسم حضارات الشعوب. معالم يأتيكم في الأوقات التالية. مع تفاقم الملفات تشتعل الشبكة، مهردون ومعلقون وشاشات صغيرة، والجميع سواسية مواطنون ومسؤولون، حرب بالوكالة والوكلاء في حرب. وفقط هنا الفضاء متاح والنقاش مباح. حديث الشبكة يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مستمرون في هذا المساء مع ملفاتنا المتبقية. نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن إسرائيل أغارت على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء بموافقة مصرية، وسط نفي الجيش المصري لهذه الأنباء وتأكيدات على الحفاظ على سيادة الأراضي المصرية. استمرار عملية غصن الزيتون بين الجيش التركي والأكراد في عفرين، وسط تصريحات لأردوغان تؤكد استمرار محاربة داعش وتهديدات تركية بضرب القوات الأمريكية واقتحام منبج. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الجيش الإسرائيلي أغار في العامين السابقين على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء بموافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تقرير نفاه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية تامر رفاعي قائلا إن الجيش المصري هو الجيش الوحيد المخول بتوجيه ضربات لعناصر تنظيم الدولة، نافيا أي مساعدة إسرائيلية في أي ضربات كان يقوم بها الجيش المصري في سيناء. نفى مصدر عسكري مصري ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن خلال العامين الماضيين أكثر من 100 غارة على أهداف في سيناء في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. مصر تحارب تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء. الأردن يخشى من وجود الدولة الإسلامية في مدن وبلدات الأردن، ونحاول العمل معهم من أجل المساهمة بأمن بلادهم. وفق الصحيفة، اقتحمت الطائرات الحربية الإسرائيلية الأجواء المصرية بموافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث سمحت مصر لطائرات حربية وعمودية ومسيرة دخول أجوائها وقصف أهداف في أراضيها. حسب الصحيفة، اشتكت إسرائيل لدى واشنطن بأن مصر أخفقت عندما لم تستكمل الغارات الإسرائيلية بتحريكها الجنود المصريين على الأرض. وأضافت لنيويورك تايمز أن التعاون العسكري في سيناء جعل من مصر وإسرائيل الآن حليفين في السر، وتخوضان حربا غير معلنة على عدو مشترك. وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون حذروا العام الماضي من التبعيات الكارثية لقيام سلاح الجو الإسرائيلي بالدور الرئيس في استهداف تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء. وينضم إلينا في الاستوديو الخبير في الشؤون العسكرية الإسرائيلية سيد يلاليما، مرحبا بك. ومراسل صوت القاهرة والمحلل السياسي سيد خميس أبو العافية، مرحبا بك أنت أيضا. سيد يلالي، أريد أن أبدأ معك، ما مدى صحة هذه الأنباء التي تتحدث عن نوع من المشاركة ما بين الجيش الإسرائيلي والقوات السلاح الجو الإسرائيلي والجيش المصري فيما يتعلق بالمعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء؟ يبدو لي أن هذا التقرير وإن كان يلقي الضوء على قضية التعاون الإسرائيلي المصري لم يكن مفاجئا. قبل سنة ونصف تقريبا
نتذكر نشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله بأن إسرائيل أو سلاح الجو يشارك بشكل فعال في المعركة الجارية في سيناء ويقوم بضرب الأهداف. لا شك أن هذا التقرير يلقي الضوء ويزيد المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع، ولكن واضح وقد رأينا ذلك من تلميحات المسؤولين الإسرائيليين الذين يتحدثون عن علاقات لم يسبق لها مثيل بين إسرائيل ومصر. هذا هو المقصود، التعاون العسكري، التعاون الاستخباراتي. إسرائيل بطبيعة الحال تلتزم جانب الصمت في كل ما يتعلق بالتعاون القائم مع مصر، مع الأردن، مع دول عربية أخرى، مع الأخذ بنظر الاعتبار حساسية هذا الموضوع. ولكن لا شك بأن هناك تعاون استخباراتي، تعاون عسكري، تعاون عملي كما نرى فيما يتعلق بنشاطات سلاح الجو في سيناء بموافقة الجانب المصري. نعم سيد خميس، يعني لا يوجد دخان بلا نار، هل تعتقد وعلى الرغم من نفي الجيش المصري والمتحدث باسم الجيش المصري هذه الأنباء أن يكون هناك نوع من التعاون المخفي وليس العلني في قضية محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء؟ أولا نقطة مهمة جدا، لا أحد يستطيع أن ينكر أن هنالك تعاون استراتيجي ما بين الدولتين، لأن أو لكون لديهم خصم مشترك هو المنظمات الإرهابية، لا سيما منظمة داعش الإرهابي. هذه نقطة. ولكن طرح الموضوع وسرد الموضوع كيف تم سرده من خلال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، هو يقول يعني أو يعكس وكأن إسرائيل تدخلت في الأمر بعد أن أخفق الجيش المصري. نعم. ثاني أكبر جيوش في المنطقة وثاني أقوى جيوش في منطقة الشرق الأوسط، أخفق في محاربة فلول الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء، ومن هنا تدخلت إسرائيل لمساعدة الجيش المصري. أنا أعتقد بأن هذا النشر كيف ما تم سرده جاء لغرض واحد أو لهدف واحد، هو إرباك وإحراج القيادة المصرية لا سيما الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا أستبعد أن تكون إسرائيل هي قد أغارت على مواقع الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء. تعاون استراتيجي نعم، تعاون استخباراتي نعم، ولكن أن يحل الجيش الإسرائيلي محل الجيش المصري في محاربة الفلول الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء، هذا كما يقال بالعربية الفصحى إن ذلك في القياس لصعيبي. نعم سيدي، هذه وجهة نظر معينة من قبل السيد خميس، يتحدث عن نوع من الجانب السياسي لربما والهدف من هذا التقرير هو ضرب القيادة المصرية أو حتى الجيش المصري، ولكن أنت كمحلل في الشؤون العسكرية والأمنية هل تعتقد بأن الجيش الإسرائيلي أو السلطات الإسرائيلية تدخلت في هذه القضية بسبب نوع من الضعف في أجهزة الأمن المصرية أو الجيش المصري؟ بغض النظر عن الموضوع أو الجانب العاطفي المتعلق بهذا الموضوع وهذا ما يثير ربما الارتباك في الجانب المصري، بغض النظر عن كل هذه القضايا، لا شك أن هناك تعاون وهناك تعاون ميداني على أرض الواقع تمثل أيضا بضربات إسرائيلية. هذا لا يعني بأن هناك إخفاق من قبل الجانب المصري. الجهات الإسرائيلية تقول أن الجيش المصري يخوض معركة شاقة وصعبة وجدية ضد الإرهاب في سيناء، ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء. لا يوجد أي خلاف حول هذا الموضوع، ولكن لا يوجد تناقض بأن يخوض الجيش المصري مثل هذه المعركة وأن تساعد طائرات إسرائيلية أو سلاح الجو الإسرائيلي الذي يتميز بتفوق كبير فيما يتعلق بهذا الموضوع أن يساعد بجانبه. رأينا جيوش تحارب وتقاتل في مناطق أخرى في جبهات أخرى وبتنسيق كامل ليس فقط من المنطقة. رأينا الولايات المتحدة تقوم بضرب أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وتقوم جيوش أخرى على الأرض ميدانيا بشن هذه المعركة. لا توجد أي مشكلة. هذا لا يعني بأن هناك إخفاق أو هناك إهمال من قبل الجيش المصري، وإنما هناك تعاون حقيقي. ولكن بطبيعة الحال مثل هذا التعاون يصعب على الجماهير العربية المصرية قبول مثل هذه
المعلومات قبول مثل هذا التعاون. علينا أن نتذكر الكراهية الموجودة في الجانب المصري لدولة إسرائيل لكل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي. ولكن بغض النظر عن ذلك لا نتحدث عن الجوانب العاطفية من ناحية عملية من ناحية عسكرية، لا بد أن يكون مثل هذا التعاون. نعم، إذن يا لخول بالفعل يوجد هناك مساعدة من قبل على أرض الواقع من قبل الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو الإسرائيلي في طرد لربما تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء. ولكن من وجهة النظر الأخرى ونحن مقبلون على انتخابات في مصر، هل تعتقد توقيت خروج هذا التقرير مرتبط بهذه الانتخابات؟ يا سيدي، أول وقبل كل شيء أنا في بداية إجابتي على سؤالك أنا لم أنكر بأن هناك وجود تعاون استراتيجي استخباراتي ما بين الدولتين على أساس أن لديهما خصم واحد هو المنظمات الإرهابية التي تشكل خطر على مصر وكذلك على إسرائيل في شبه جزيرة سيناء. هذه المنظمات الإرهابية ليست بحاجة إلى تفوق سلاح جو إسرائيلي متفوق لتسديد ضربات لها أو عليها، إنما بحاجة إلى معلومات استخباراتية. قد يكون هناك يعني تعاون استخباراتي وطيد ما بين الدولتين على أساس بأنه يتم تستوظف هذه المعلومات الاستخباراتية لتسديد ضربات المنظمات الإرهابية. أعتقد إنه النشر في هذه الفترة بالذات لديها صلة وطيدة لما يدور في الحلبة السياسية في جمهورية مصر العربية. نحن نعرف بأن مصر مقبلة على انتخابات، يرى فيها البعض أن هذه الانتخابات هي انتخابات ديمقراطية، نعم، ويرى فيها البعض الآخر غير ذلك. ربما هنالك جهات التي تريد أن تضع الرئيس السيسي أو نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في خانة اليك وإحراجه وإرباكه أمام الشعب المصري، قامت بتسريب معلومات لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي استندت إلى معلومات خفية غير معلنة وقامت بنشر هذا الموضوع. أنا أعتقد بأن للأمر صلة في المعركة الانتخابية الدارية حامية الوطيس اليوم في جمهورية مصر العربية. هنالك من يريد أن يحرج نظام عبد الفتاح السيسي. نعم سيد ديالي، يعني في ظل ما رأينا من تدريبات عسكرية مشتركة في الجنوب والشمال الجيش الإسرائيلي والحديث ما قبل ذلك عن تدريب أمريكي إسرائيلي مشترك، أيضا توقيت هذا الكشف لربما هو مرتبط بهذه التدريبات العسكرية أو مرتبط بشكل أو بآخر بالجانب الإسرائيلي كما تحدث سيد خميس عن ارتباطه في الجانب المصري بشكل أو بآخر؟ لا شك لدي ما قاله السيد خميس. لا شك أن نشر الموضوع في هذا التوقيت ربما قد تكون هناك أهداف مصالح سياسية داخلية. بلا شك هناك معركة انتخابية كما أشار، كل هذه الأمور صحيحة. ولكن نحن كصحفيين عندما نتابع ونراقب مثل هذه الأمور عن كثب ونعلم ولدينا المعلومات أيضا من الجانب الإسرائيلي وأيضا ما نشر من قبل، عندما نقرأ مثل هذا التقرير لا شك أنه يلقي الضوء، يعطي لنا القدرة على فهم الصورة بشكل كامل بغض النظر عن المصالح و الأسباب التي أدت إلى نشر هذا الموضوع كما تفضل السيد خميس بهذه القضية. نعم سيد خميس، يعني هل بالفعل أيضا ما ذكر في التقرير صحيح النوع من المصالح المشتركة قبل عامين وحتى الآن، مصالح استخباراتية ومصالح أمنية مشتركة دفعت إلى تطور العلاقات بين إسرائيل ومصر على نواحي سياسية أخرى، ورأينا الحديث عن نوع من التقارب لربما في القضية الفلسطينية وفي تقديم حلول والوقوف بجانب الإدارة الأمريكية في خطة السلام. مصر اليوم في تحت نظام عبد الفتاح السيسي هو نظام مريح لإسرائيل إذا ما قورن بالنظام الذي سبق عبد الفتاح السيسي محمد مرسي الذي أقلق كثيرا إسرائيل القيادة السياسية بسبب وجهته الأكثر ميولة لحماس ولقضية الفلسطينية. اليوم عبد الفتاح السيسي وضع نصب أعينه، الهدف الأول هو تقويم الاقتصاد المصري، الهدف الأول هو زرع أو تثبيت الاستقرار الأمني في مصر، هدفه الأول هو تثبيت الاستقرار السياسي. من هنا جاءت هذه الأمور كلها على حساب، يرى البعض بأنها جاءت على حساب القضية الفلسطينية. أنا أعتقد بأن هنالك تعاون استراتيجي أمني استخباراتي وربما أيضا تواصل سياسي فيما يتعلق بالملف العملية التفاوضية السياسية. الأسلوب
يريح إسرائيل، ولكن المضمون والجوهر نحن رأينا وتبعنا بأن هنالك موقف مصري واضح مناصرة قضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل عاصمتها القدس الشريف. هل هنالك من يحاول أن يقول وكأنه أن عبد الفتاح السيسي قدم التنازلات السرية لإسرائيل؟ يعني احنا انا سمعت الى بعض المسؤولين في السلطه الوطنيه الفلسطينيه الذين نفوا ذلك. ما ودنا نقول بان نحن اليوم امام دولتين يعني قويتين رائدتين في منطقه الشرق الاوسط هي اسرائيل ومصر، لهم مصالح مشتركه اولا وقبل كل شيء مجابهه الارهاب. هل صحيح قامت اسرائيل بالاغاره؟ انا اقول لك يعني انا استبعد. نعم. لسبب واحد بسيط، السبب هو بأن التوقيت ينصف كل هذه السيناريوهات، لأن التوقيت الذي يتزامن مع المعركة الانتخابية هنالك طرف أو جهة ما تريد أن تسبب الإحراج والإرباك لعبد الفتاح السيسي ووضعه في وضع حرج أمام الشعب المصري. كما تفضل هنا الأستاذ إيار عليمة، الشعب المصري شرائح كبيرة في المجتمع المصري لا زالت ترفض التطبيع مع إسرائيل ما دامت، لا طالما بقيت القضية الفلسطينية عالقة. الشعب المصري وإن غضب في يوم من الأيام من حركة حماس لأقاويل ومش عارف إيش تقارير، إلا أن الشعب المصري لا زال يرى في القضية الفلسطينية قضية كل العرب، لا زال يرى في القدس وفي الأقصى هي قضية كل عرب المسلمين. من هنا هذا النشر في هذا التوقيت لديه سبب، والسبب هو إحراج وإرباك عبد الفتاح السيسي أولا قبل كل شيء في أعين الجماهير المصرية. على فكرة يعني الشعب يعني بدلالة أنه كما تفضل الجيش المصري هو جيش قوي، يعني هنالك مذكرات لقادة عسكريين إسرائيليين قالوا بأنه ما قضى مضاجعهم في حرب 73 وما بعد حرب 73 هو قدرات الجيش المصري. اليوم الجيش المصري يعني تحاول أن تصوره على أنه غير قادر على سحق منظمات إرهابية إجرامية، أنا أستبعد، ولكن هذا لا يعني بأنه لا توجد أو لا يوجد تنسيق مستمر على المسارين التكتيك الاستراتيجي والاستخباراتي. نعم، مراسل صوت القاهرة والمحلل السياسي السيد خميس أبو العافية شكرا جزيلا لك، والخبير في الشؤون العسكرية الإسرائيلية السيد يالا عليمة شكرا جزيلا لك أنت أيضا. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل إلى الملف الرابع. في وقت تستمر فيه المعارك المحتدمة بين الجيش التركي وعناصر وحدات حماية الشعب الكردية، حذرت القيادة التركية من توسيع عملياتها في غصن الزيتون لتصل إلى منبج، محذرة بالوقت ذاته من استهداف القوات العسكرية الأمريكية. تصعيد يأتي في ظل مكالمة هاتفية أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي، أكد فيها عدم وجود مطامع تركية في الأراضي السورية. غصن زيتون كان في ماضيه رمز سلم وسلام، أصبح في لكنة تركية يدل على حرب ومعارك ضارية في ريف حلب بعفرينها، لتستمر تركيا بمعركتها في جذب أنظار سياسية مناوئة لنهجها وأخرى داعمة لتوجهاتها. صورة يصعب نقلها من أنباء محايدة وأخبار لا تدعم هذا ولا ذاك، لكن ما يحدث هناك بوضوح دون شكوك مغرضة هو قتال ضار بين الطرفين، وما هو واضح وصريح أيضا تهديد تركي بتوسيع عمليات أنقرة العسكرية ضد القوات الكردية في منطقة عفرين السورية إلى مدينة منبج وحتى إلى شرق الفرات غدا مقتل 7 من جنودها، محذرة العسكريين الأمريكيين من احتمال استهدافهم إذا قاتلوا بالذات المقاتلين الأكراد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفى خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أي أطماع لبلاده بأراضي بلد أخرى بعد انتقادات مبطنة أصدرها الأخير، مصوبا فيها ربما ما خطر في بال التركي، مستدعيا ذلك اتصالا بالنفي. العملية العسكرية تدخل يومها 16،
تدفع آلاف الأكراد للخروج في مظاهرة حاشدة في مدينة عفرين تنديدا بالهجوم العسكري بلافتات وهتافات لا تكل ولا تمل بصيحاتها. نحن لن نخضع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نحن لسنا خائفين منه ولن نخشاه أبدا. ميدانيا واصل الجيش السوري الحر تقدمه في معركة عفرين ليسيطر على مناطق جديدة، أما وحدات الشعب الكردية أعلنت عن صد هجوم للجيش التركي وحلفائه في محور جندريس وتدمير دبابة تركية في محور بلبلة. ميدان متأجج إذن وتكتلات تنقسم إلى اثنين لتصعد ما يمكن تصعيده في أزمة لا تريد لها أوساط الهدوء عنوانا. وينضم إلينا في الاستوديو الخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد، مرحبا بك، وعبر قدمة سكايب مدير مؤسسة كرد بلا حدود السيد كدار بيري، مرحبا بك معنا أنت أيضا. في البداية كان هناك مكالمة هاتفية اليوم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي، قال فيها أردوغان بأنه لا يوجد هناك مطامع تركية في الأراضي السورية وهو يريد من هذه العملية فقط دحر التنظيمات الإرهابية، كيف تقرأ ذلك؟ تحياتي لكم ولضيفك ولمشاهديكم. أولا دعني أصحح فقط، فما سمعناه من الدولة التركية وما سنسمعه في المستقبل وكنا نسمعه سابقا أيضا هي كلها مجرد افتراءات وكذب. فعندما يقول لا أطمع للدولة التركية فدعني يعني أكرر تصريح للرئيس التركي قبل سنتين أو أقل من سنتين عندما قال بأننا ظلمنا في اتفاقية سايكس بيكو وكان من حق الدولة التركية من مدينة حلب إلى مدينة الموصل. ثم أيضا هناك ما يؤكد على ذلك، فوجودهم في مدينة جرابلس والباب، اللغة الرسمية الآن هي اللغة التركية والعلم التركي فوق المدارس وكل الدوائر الموجودة هناك، وأيضا صور الرئيس التركي أردوغان هناك، حتى دعوا في إحدى المرات بتخريج دورة الشرطة مدنية في منطقة جرابلس والباب، فكان الخطاب والتوجيهات إليهم باللغة التركية، أي يقومون بتتريك تلك المناطق وهم محتلون هناك. ولهذا كانت هناك تصريحات على مستوى الرئاسة الفرنسية من رأس الهرم الدبلوماسي في فرنسا بأن وجود تركيا هناك هو غزو واحتلال، وهذا ولهذا استدعى أن يتصل الرئيس التركي بالرئيس الفرنسي كي يقول غير يعني هذا الكلام غير صحيح، وإنما الدولة التركية تقوم بالكذب في هذا الشأن ولا شيء غير الكذب لديهم. حتى عسكريا على الأرض فأرقامهم جدا خيالية، يتحدثون عن قتلهم لألف من المقاتلين ومن طرفهم عشرة، يعني أرقام غير مقاربة للحقيقة كليا. فالبارحة فقط كانهم نعم نعتذر عن هذا الخلل الفني، نعود إلى ضيفنا في الاستوديو الخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد. يعني في البداية إلى أين تتجه الأمور في عفرين ذات التصريحات ذات التهديدات من قبل الجانب التركي للولايات المتحدة الأمريكية وحتى المعارك محتدمة بعد 14 يوما أو حتى أكثر من هذه العملية؟ يعني أنا دائما مهند أميل لما يحدث في الميدان وبعيدا عن التصريحات الأمريكية والتصريحات الروسية والتصريحات الفرنسية، الميدان برأيي هو الحكم، وفي الميدان كما أشرت المعارك محتدمة، الأتراك مستمرون في حملاتهم، وأنا أعتقد أنه رغم كل ما يشاع عن اختلاف أمريكي تركي أو عن اختلاف روسي تركي، الواضح بحسب رأيي أن هناك تنسيق تام روسي تركي. لا ننسى أن تركيا ترعى مع الطرف الروسي مناطق حفظ خفض التوتر وخفض التصعيد، هي شريكة في مؤتمر سوتشي. من ناحية أخرى الولايات المتحدة لا تريد في هذه المرحلة أن تخسر شريك أساسي لها في حلف الناتو، وملاحظاتها وانتقاداتها للطرف التركي محدودة وبالدرجة الأولى لا تؤثر على سير العمليات. يعني نسمع المتحدثين من الخارجية الأمريكية ومن البيت الأبيض يدعون إلى ضبط النفس، ولكن في الميدان لم نلمس أي ضبط للنفس، على العكس نرى يعني تصميما تركيا واضحا الاستمرار في هذا النمط في هذا النهج. وبرأيي أنا يعني في ظل توافق تركي روسي مضطر النظام السوري أن يتعامل مع هذا الوضع على أنه وضع خارج عن نطاق سيطرته وإنما اتفاق بين
قوى فاعلة على الأرض في روسيا وقوى إقليمية في هذه المرحلة تمتلك من الأوراق أكثر مما يمتلكه النظام السوري. نعم، نعود إلى خدمة سكايب مدير مؤسسة كرد بلا حدود السيد كدار بيري مجددا. يعني سيد علي يتحدث عن نقطة مهمة وهي قضية تحالف روسي تركي في عملية عفرين وعدم تدخل النظام السوري في هذه القضية، وأيضا الإدارة الكردية اليوم كانت لديها تصريحات دعت فيها الجانب الروسي إلى عدم دعم هذه العملية، وكأنها توجه رسائل لروسيا بأن روسيا ليس فقط انسحبت هناك من منطقة خفض التوتر إنما أيضا تدعم الجيش التركي، كيف تقرأ ذلك؟ أستاذي الموضوع هو بالشكل التالي، كان هناك اتفاق بين الروسي والتركي وبدليل بأن بلحظة قصف الطيران التركي لمدينة عفرين عند الساعة الرابعة قبل 16 يوما تماما كانت نفس اللحظة التي تم السيطرة على مطار أبو دور، أي مقايضة بين التركي وبين الروسي ولمدة 6 أيام كان اتفاقهم، وعندما فشل الجيش التركي بالتقدم ولو خطوة واحدة في الأراضي تنازلت في منطقة إدلب عن مناطق أخرى لصالح النظام والروس بمقابل أن يسمح الروسي له باستعمال الطائرات مرة أخرى بقصف الأطفال الآمنين في عفرين وقتل المدنيين هناك. أيضا وجدنا ذلك بتقدم الروسي نحو منطقة سراقب، وهذا ما أدى ببعض التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا هناك بالتحرك ضد القوات الروسية وقوات النظام هناك، حيث كانت خارج الاتفاقات بين التركي وجبهة النصر التنظيم الإرهابي، ووجدنا البارحة سقوط طائرة روسية أيضا، وهي ما حدا بالروس بأن يتحركوا من جديد بهذا الأمر. التصريحات الكردية واضحة جدا، نحن نعتبر الروسي شريك في قتل أطفالنا بعفرين مع التركي تماما، وعلى الروس أن يدركوا بأن المستقبل لهذه المنطقة هي لشعوب هذه المنطقة، لأبناء روجافا شمال سوريا، وعلى الروس أن يلتفت لهذه النقطة ويتدارك الخطأ الجسيم الذي يقع فيه إلا إذا كان يقوم بدفع التركي نحو المستنقع السوري، وهذا ما أحلله منذ البداية بأن الروسي يدفع التركي نحو المستنقع، كذلك الأمريكي الذي لا يؤمن جانب التركي إلى الآن، وكلاهما يريدان التخلص من تركيا الذي أصبحت مشكلة بالنسبة للطرفين، أحدهم لا يريد تركها لصالح الروسي والروس أيضا لا يريدون تلك القوة. نعم، أعود لضيفي في الاستوديو علي واكد، لديك التعقيب. نعم، يعني أنا أعتقد أن رواية المستنقع السوري وجر تركيا إليها هي رواية ليست بالبعيدة عن الواقع وليست بالبعيدة عن الخيال، إذا ما أخذنا التوتر الروسي تركي منذ بداية هذه الأزمة ووقوف تركيا إلى جانب المعارضة المسلحة ووقوف الروس إلى جانب النظام منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية من قبل سلاح الجو التركي. صحيح أن الآونة الأخيرة شهدت على الأقل يعني تقاربا بروتوكوليا بين روسيا وتركيا في ما يتعلق بالملف السوري، ولكن على أرض الواقع التناقضات هي التي تميز المصالح الروسية والتركية في الميدان السوري وفي المنطقة. لا ننسى أن على البعد الاستراتيجي حتى إذا ما وضعنا جانبا الملف السوري، يعني تركيا هي داعمة للقوى الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ملف هام جدا بالنسبة للطرف الروسي الذي يتحالف مع كل من لا يؤيد الإسلاميين في المنطقة. ولكن باعتقادي هناك مسألة وربما الأستاذ كدار يستطيع الرد عليها، أن ربما يبدو أننا بصدد التضحية بأكراد تركية من أجل تمكين ربما أكراد سورية بكيان أو جزء من الكعكة أو من سوريا المقسمة مستقبلا. نعم، أعود إلى خدمة سكايب، يعني سمعت سيد علي ماذا يقول عن هذا الشأن، لديك التعقيب بكلمة أو بكلمتين فقط. أولا الأمر يختلف هنا بموضوع شمال كردستان المحتلة من قبل الدولة التركية وما يحصل في غرب كردستان شمال سوريا، الوضع يختلف، هناك جهات تناضل من أجل هذا حرية الكرد ومن أجل المطالب بالحقوق الكردية العادلة والشرعية. ارتباطهم هناك ارتباط نعم، وهناك الفوبيا التركية نعم أيضا، لكن على الدولة التركية أن تلتفت إلى ما هو داخل تركيا وحل القضية الكردية هناك بشكل عادل وسلمي، وأن تدع السوريين كردا وعربا أن يلتفوا إلى قضيتهم الأساسية وحلها بالشكل اللائق الذي نريده نحن، لا يفرضه الأتراك أو غيرهم علينا. مدير مؤسسة كرد بلا حدود السيد كدار بيري كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. والخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد، شكرا جزيلا لك أنت أيضا.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال المناظرة اليومية، ابقوا معنا.